بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وزد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تأتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك
إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدني لي من قربك وأن توزع لي شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع المتذلل الخاشع أن تسامح لي وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت معاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست ألا له نجرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقادتني أغلالي وحبسني عن نفسي بعد آمالي
وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما الثبات في غوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغلني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك.
اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمك. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هب لي الابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنار بعد توحيدك وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك وليجا بني لسالي من ذكرك واعتقد ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وأشاع وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترف بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما كذب النبيك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها
وما يجري فيها من المكارم على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن آله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدة، أم لطول البلاء ومدة؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وأني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أمال العارفين، يا غياث المستغيثين،
يا غياث المستغيثين، يا يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي بعد وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ هم كيف تلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟
إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، كل ذنب أذنبته، كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، كل جرم أجرمته، وكل ذنب وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسانا تفضله أو ضرا تنشره أو رزقا تبسطه أو ذنبا تغفره أو خطأ تستره، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا مولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك
أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظ لي برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي بصرت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي إليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي
يا ربي كتبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريعا رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقاء يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآله وافعل بي ما أنت أهله صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد